أب شوية 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 مشاهدي متشبعي قناه شوف تيفي، مرحبا بكم في المباشر من مدينه الدار البيضاء. كتشوفوا رجال الامن من غير انهم كيحرصوا على الامن والطمانينه ديال المواطنين والممتلكات ديالهم في هاد الاثناء. شرطه المرور بمنطقه اونفا كينظموا حتى التواجد ديال السيارات، كينظموا حتى التواجد ديال السيارات، واي سياره مركونه في مكان غير قانوني يتم الجر ديالها بواسطه شاحنه الجر الى المستودع ديال السيارات، بوجود رجال الامن ديال المرور. كما كتشوف في هذا الحدث يتم نقل واحد السياره، ربما غادي يتم الوضع ديالها بالمحجز البلدي لانها توقف فوق الرصيف. تحية كبيرة لرجال الأمن بمنطقة أنفا بلاد العمل جبار، خصوصا أن اليوم يوم السبت ليلة رأس السنة، يقوموا بمجهودات كبيرة من أجل السهر على التنظيم ديال كل شيء، خصوصا حركة السير والجوانب. شكرا مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، دمتم في رعاية الله وإلى مباشر آخر.